السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من أجر AZ 700. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الأجر DNS وقلنا إن في تلات أنواع، الديفولت والبرايفت والبابليك، وشرحنا كل نوع منهم وخدنا الخصائص بتاعته. ودخلنا مع بعض عملنا البرايفت DNS زون وقلنا إن ليها ميزتين، الأوتو ريجستريشن والأوتو ريسولوشن. النهاردة إن شاء الله هنستكمل الفيديو السابق وهندخل نشوف إحنا عملنا إيه أو نراجع مع بعض إحنا عملنا إيه. فلو رحنا على البورتال بتاعتنا هنلاقي البرايفت دي إن الزون اللي إحنا عملناها مع بعض، وهنلاقي الشبكة أو الفينت اللي إحنا عملنا لها لينك جوه الزون ديت. لو رحنا كده فهنلاقي إن إحنا عاملين للفينت اللي اسمها كور سيرفيس لينك بينها وبين الزون بتاعتي. قلنا انه في اوتو ريجستريشن بيتطبق في حاله ان انا عملت كرييت للفي ام، او حتى كانت في في ام موجوده قبل كده في جوه نفس الشبكه، فبالتالي هي خلاص بتروح تحصل على النيم او تعمل ريسور للنيم او للزون نيم ديت، علشان في النهايه يتطبق عليها الزون نيم اللي انا عملتها. علشان نشوف مع بعض الحكاية ديت بشكل كده براكتيكال، هنروح سريعا نعمل VM بشرط ان هي تكون تابعة لنفس الشبكة اللي بينها وبين الزون لينك اللي هي كانت الكور سيرفيس واللي كانت بالSTOS اللي احنا عملناها مع بعض. فهنروح على طول للVM، هنقول له لو سمحت محتاجين نعمل New VM، فهيبدأ يطلع لي البيزك انفورميشن اللي احنا كلنا عارفينها. فمن هنا هنقول الـ AZ 700 وهنسمي الـ VM بتاعتنا، فخلينا مثلا نقول DNS test. احنا داخلين تستد الـ DNS بعد ما عملناه، او تحديدا الـ Auto Register الخاص بالـ Private Zone بتاعتنا. هنا مش هحطها في كندا، احنا قلنا ان احنا هنحطها في نفس الشبكة اللي بينها وبين الزون لينك، او اللي عملنا ارتباط بينها وبين الزون DNS Private Zone بتاعتنا، فكانت في الـ STOS. فعلشان كده هنروح مع بعض نختار الـ STOS من هنا، الـ STOS اهي، اخلي اول ستين ما عنديش مشكلة، انا علشان ناسي الباسورد فهعمل واحد جديد معلش. هنخلي الـ RDP متفعل عشان نقدر ندخل عليها، والديسك هنختار الـ Basic SST بلاش الـ Premium علشان، أو الـ Standard بلاش الـ Premium علشان بياخد كوست عالي مش هيحتاج Encryption. هنروح بقى للـ Network فهيبدأ يكتشف إن في عمليات Subnet تمت عليها. إحنا ممكن مع بعض برضو نروح نعمل Subnet جديد ونخصصه للـ VM اللي هتبقى على الشبكة ديت. احنا خلاص عرفنا بقى الموضوع بالنسبة لنا بقى سهل. طيب هاخد كام؟ 10؟ لا كتير جدا، فهناخد مثلا 29. ما اعتقدش ان احنا محتاجين اكتر من كده، احنا محتاجين ماشي تمام. وهقول له سيف. هنرجع بعد كده للخطوة اللي قبلها، وهنا هختار بقى الـ VMS subnet اللي احنا هنطلع عليه. هيسألني على الـ public IP، انا مش محتاج دلوقتي public IP، خلينا كمان ان احنا نشيل السكيورتي من عليها. وبعد كده كل ده هنتكلم فيه يا شباب ان شاء الله في الكورس ده. بعد كده هيسألني على الـ identity لو محتاج ادخل بالأجر AD، انا مش محتاج الكلام ده خالص. الاوتو شوت داون مش محتاجه، خليه مش مشكله. نوتيفيكيشن الحقيقه بيجيني كميه رسائل كتير جدا، فانا مش محتاج الكلام ده برضو. وهنبدا مع بعض نقول له كرييت وريفيو. هنلاحظ هنا بقى ان هو اثناء عمليه الكرييشن من المفترض انه يروح يعمل ريكورد من نوع اي ريكورد، ويحط الاي بي الخاص بال الـ VM ديت، يحطها فين يا شباب؟ يحطها في الريكورد الـ DNS الخاص بالبرايفت زون اللي احنا عملناها
مع بعض علشان يأوتو ريجستر للنيم، علشان يفعل أو يجيب النيم الخاصة بالزون ديت ويديها للماشين. هي ما بتاخدش وقت تقريبا يعني دقيقتين. خلينا نروح بقى على طول كده نرجع تاني لل private DNS zone ونروح كده نراقب ايه اللي بيحصل في الريكورد هنا. ايه اللي بيحصل في الريكورد هنا؟ شايفين يا شباب DNS test على طول تلقائيا راح، خلاص هو خلص هنا تلقائيا ضاف لي ريكورد اهو من نوع ايه زي ما قلنا، وخد الاي بي الخاص بالفي ام ديت وطبق عليها الاوتو ريجستر زي ما قلنا بالظبط. فيما يعني لو رحنا كده للريسورس بتاعنا ونزلنا الار دي بي بتاعه علشان ندخل كده نتشيك، نفترض ان احنا من غير ما نتشيك بقى خلاص، ولكن علشان برضو نتاكد ان العمليه هتتم على اكمل وجه، لو رحنا كده مع بعض علشان نكون نكتب الفي ام ديت او جوه الفي ام ديت. طيب المشكلة دي ممكن تحصل معاك لأي سبب من الأسباب، لأنه بعض الإنترنت بروفايدر هنا في السعودية قافل الـ RDP أصلا كنوع من أنواع السكيورتي. إحنا بنلجأ بعد كده للـ VPN والكلام ده علشان نكون واضحين. يعني ممكن بأي طريقة بقى، ممكن إني أروح مثلا إني أعمل باستشن، ممكن نعمل باستشن الـ VM ديت مع بعض، وفرصة ان احنا نشتغل مع بعض على الباستشن لان احنا ما سبق لناش ان احنا يعني شرحناه وكده. هو زي ما قلنا خدمة بلاتفورم از سيرفيس مقدمها لي اجر علشان اكونكت بال عن طريق البراوزر عن طريق المصفح يا شباب، وادخل ب الكريدنشال بتاعتي على الفي ام ديت مش عن طريق الار دي بي اللي هو التول او يعني ريموتلي بالطريقه العاديه، لا انا من خلال البراوزر. هنشوف مع بعض الكلام ده. فهو بيحتاج زي ما قلنا بيحتاج سبنت ليه هو خاص به هو، فاحنا بنكريت مع بعض اهو، فراح هو عامل لنفسه سبنت، ما عنديش مشكله في الكلام ده. لو محتاج ان انا اكستمايز الادرس بقى خلاص المفروض ان احنا الامور دي واضحه بالنسبه لي. هقول له اوكي انت عامل لي سبنت بتاعك اللي انت هتشتغل عليه وعلشان بعد كده تفعل لي الباستشن. فهيبدا يدي نفسه سبنت، هيبدأ كمان يطلب منك البابليك اي بي لان هو بيشتغل حرفيا او فعليا على البابليك اي بي، فهيروح يكريت برضو لنفسه البابليك اي بي، او ان انت تروح تقول له لا انا محتاج اني يعني هنستخدم اي بي موجود فعليا. فهنا ممكن يطلع لك الاي بي. حد ممكن يسأل يقول طيب الاي بي البابليك اللي احنا عملناه ليه ما ظهر لناش؟ اولا البابليك اي بي اللي احنا عملناه مع بعض يا شباب حطيناه في كندا واحنا شغالين دلوقتي في ريجون تانية، فبالتالي مفيش في الريجون اللي احنا شغالين عليها ديت الا الاي بي ده. طيب هل ممكن استخدمه؟ لا. ليه؟ لان الاي بي ده اصلا هو اسوشيت بنتورك انترفيس، فبالتالي هي الديستنيشن بتاع البابليك اي بي ديستنيشن واحده فهو متاخد اصلا. فبالتالي احنا كده جاوبنا على السؤالين ليه ما طلعش معايا البابليك اي بي اللي احنا عملناه علشان موجود في ريجون تانية. طيب ليه ما اقدرش اشتغل على بابليك اي بي من جوه الريجون ديت؟ لانه متاخد على سيرفيس تانية، فانا مطالب هنا ان انا اكريت نيو بابليك اي بي، وهنا الادرس نيم ممكن امسح التسمية ديت واقول له انا محتاج مثلا اسم اكتر يعبر عن الخدمه زي ما قلنا كده الكلام ده. فهقول له اوكي كرييت الباستشن بالديفولت كونفيجريشن بتاعنا وما عندناش اي مشاكل ان شاء الله في الكلام ده. هيروح يكرييت الباستشن. كل ده يا شباب علشان اقدر اتست الفي ام واقدر اني يعني اتعامل معاها بالزون نيم زي ما قلنا الفيديو اللي فات. الباستشن يا شباب زي ما احنا ملاحظين بيطول شوية كده، بياخد دقايق علشان يروح يعمل لنفسه بابليك اي بي ويروح يكستمايز شوية كونفيجريشن كده باستخدام الاجر انفراستراكشر، يعني بيحضر شوية سيرفيس وبيحضر شوية اعدادات علشان يهيئ لك بعد كده عملية الدخول
للفي ام ديت باستخدام البراوزر زي ما قلنا، واحنا منتظرين ان هو ينتهي علشان نشوف العملية دي بتتم ازاي مع بعض. طيب هو زي ما احنا شايفين كده خلاص انتهى من عملية الكونفيجور، فهقول له كونكت لو سمحت باستخدام الباش بتاعنا. طيب اوكي، هو هنا في معنى بوب، فلازم ان احنا نقول له اسمح. زي ما احنا شايفين هو بيلوجن على الـ VM باستخدام البراوزر عادي جدا، من غير ما تنزل حضرتك RDP وتروح شركة الانترنت تتحكم فيك وتقول لك لا اصلا انا قافل البورد. الكلام ده يعني دوخنا شوية معايا، ولكن أجر حلت المشكلة ببساطة شديدة جدا. اوكي تعالوا كده مع بعض نروح نفتح CMD. خلونا نكبر كده. طيب احنا محتاجين نفهم انه الـ VM ديت راحت، او نأكد المعلومة اللي بتقول ان الـ VM ديت هي جوه VNet معمول لها لينك على برايفت زون، خلاص؟ فيما يعني ان هي هتروح تريسولف النيم الخاصة بالبرايفت زون بتاعتنا. علشان نتأكد بقى خلينا الاول نعمل الـ IP config. فهيقول لي والله انا الاي بي بتاعي 10.0.1.4، وعرفنا هي الماشين دي بتاخد 4 ليه ومش بتاخد 1، لانه القصه اللي احنا قلناها في الفيديو رقم 2 تقريبا الاي بيات اللي هي بتتحجز. طيب خلينا نقول ان الهوست نيم بتاعنا هو شكله ايه، فهتقول لي الفي ام والله انا النيم بتاعي دي ان اس ماينس او داش تيست. طيب هل بقى لو رحت كده وشفت مين اللي مين اللي بيوفر لي النيم بتاعي، فهقول له مثلا ال NS lookup علشان اشوف مين اللي بيديني النيم، فهيتضح هنا انه Azure Default DNS هو السيرفر اللي بيديني النيم. حد يقول لي طيب ايه بقى القصة اللي انا عملتها في اني اروح اعمل برايفت زون دي ان اس وتاخد نيم، وبعد كده نعمل في ام فتروح تريجستر ليه بقى؟ يعني هقول لك ببساطه شديده جدا، علشان حضرتك لما تنادي على الماشين ديت بالنيم الخاص بالبرايفت زون ترد عليك. هتقول لي طب بس ده ما حصلش، هقول لك ما تستعجلش، احنا هنروح نعمل كده ونقول له الهوست نيم بتاعنا كان اسمه ايه يا شباب؟ كان اسمه DNS test minus e، عفوا ما بيقبلش minus e. طيب شايفين هنا قال لي ايه السيرفر DNS نيم بتاعي اهو، برضو ما طلعناش من دايرة ايه؟ من دايرة الديفولت DNS بتاع Azure. وهنا الاي بي الخاص بالفي ام ديت، صح؟ تمام. طب ما تيجي نقول له بينج دي ان اس تيست دوت ازور فور عرب دوت نت، هيرد عليا ولا مش هيرد عليا؟ المفروض يرد عليا اهو، رد عليا وقال لي ادي النيم بتاعي اهو، بدل ما هو كل ده انت برضو لو ناديت عليا بالنيم ده انا هرد عليك، وادي الاي بي هو نفس الاي بي، فيما يعني ان فايده البرايفت زون اتضحت اهي، ان انا بكستمايز النيم بتاعي وبفرض او بسمي مجموعه الريسورس اللي هي في النهايه بتكون لي زون، بديها نيم وببدا بيسهل عليا الدنيا، وروح بقى نادي عليه من اي مكان جوه أجر بالنيم الجديد ده او السهل ده، بيرد عليا ما عنديش اي شاكل على الاطلاق. طيب يبقى احنا النهارده خدنا ايه او اتعلمنا ايه؟ خدنا الأجر باستشن اللي ما كناش مخططين اصلا ان احنا ناخده الحقيقه، ولكن خدناه مع بعض واشتغلنا عليه،
وقدرنا نتجاوز مشكلة الـ RDP اللي قافلة أو اللي بيقفلها عليا الإنترنت بروفايدر أو بعض مزودي خدمة الإنترنت بيقفل البورت الخاص بالـ RDP كسكيور يعني أو ك يعني إجراء أمني. وعرفنا إيه هي بشكل عملي إيه هي أو الخاصية اللي هي الـ Auto Restart الخاصة بالـ VM، وإزاي قدرنا نخلي الـ VM ديت ترد عليا بالنيم الجديد الخاص بالـ Private زون بتاعتي. إن شاء الله في الفيديو القادم هنستكمل مع بعض الكلام عن الـ DNS، لأنه الموضوع لازم يتغطى بشكل كويس علشان هيبنى عليه كل ما هو قادم إن شاء الله من فيديوهات. أشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.